ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. أقول إخوتي الكرام، قال المصنف حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس قال رأيت عمر بيدي عسيب نخل وهو يجلس الناس يقول اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء مولى أبي بكر يقال له شديد بصحيفة فقرأها على الناس، فقال قل أبو بكر اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة، فوالله ما ألوتكم. قال قيس فرأيت عمر بعد ذلك على المنبر. وهذا إسناده صحيح للشيخين ابن أبي خالد وإسماعيل وقيس بن أبي حازم، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة، حديث صحيح. حدث الأول قال مسلم لا تعودن في صدقتك، هو حمل على فرس في سبيل الله جل في علا، صاحبه أراد أن يبيعه، فهو لما يشتريه فيعني خيف أنه يقلل من 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 أج من أجرته، يقلل من ثمنه، فيكون بذلك كأنه عاد فيما أوقفه لله جل في علا، فيكون بذلك على صورة أنه عاد لما أوقفه لله جل في علا. نعم. فقال لا تعودن في صدقتك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الراجع في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في قي، الراجع في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. نعم. لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه، ولأن بالشراء أيضا كما قلت لما يعلم أنه الذي سيشتريه والذي أعطاه ومنحه يقلل من ثمنه. نعم. في الحديث الثاني قال كان يأخذ عسيبا ويقول اسمعوا وأطيعوا لخليفة رسول الله، فيها فضيلة أبي بكر رضي الله عنه ورضاه، وأنه ما أحد قيل عنه الخليفة إلا أبو بكر، وأيضا كانت الصحيفة هنا قرأها على الناس أن اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة، وكان الأمر هي طلب البيعة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه واستخلاف عمر بن الخطاب. الفوائد المستنبطة: حرمة العود في الهبة، فضل أبي بكر، الفائدة الثالثة ولاة الأمور تكون باتفاق أهل الحل والعقد أو بالإجماع يعني، أو بالتنصيص من الخليفة أو بالغلبة، وكان عمر بن الخطاب بالتنصيص من الخليفة، وفيها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وجوب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. نراكم في الوقف إن شاء الله بعد ساعة. رضي الله عنكم، إني أحبكم في الله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعل وجهي خالصا وتجعل عهدي فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.